سلام رقيق يعانق قلوبكم الجميله وارواحكم الراقيه ثم مرحبا بكم اعزائي طلاب وطالبات الصف العاشر الاساسي معكم المعلمه الاء عصام عبد ربو ناقشنا احبتي في حلقه سابقه من حلقات اللغه العربيه درس التشبيه وسنكمل اليوم معا درس التشبيه الجزء الثاني يتوقع منك عزيزي الطالب بعد الانتهاء من هذا الدرس ان تكون قادرا على استذكار اركان التشبيه بيان المحذوف من اركان التشبيه استنتاج مفهوم التشبيه البليغ وتحويل التشبيهات المفرده الى تشبيهات بليغه بدايه نقف معا ما التشبيه التشبيه هو عقد مقارنه بين شيئين اشتركا في صفه معينه باستخدام أداة من أدوات التشبيه. عدِّد أركان التشبيه يتكون التشبيه من المشبه والمشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه. الآن ننتقل إلى الأمثلة لنناقش درسنا الجديد. نقرأ المثالين الآتيين ونلاحظ. واحد، قوانين السلامة المهنية تضمن صون حياة الإنسان التي تحاكي الدرة الثمينة. اثنان، الصحة تاج على رؤوس الأصحاء. نقف أحبتي معا لنلاحظ المثال الأول. قوانين السلامة تضمن صون حياة الإنسان التي تحاكي الدرة الثمينة. بما شبه الكاتب هنا حياة الإنسان. وما أداة التشبيه المستخدمة وما وجه الشبه من خلال الجدول المدرج أمامنا نرى أن المشبه هو حياة الإنسان المشبه به هي الدرة الثمينة حيث شبه الكاتب حياة الإنسان بالدرة الثمينة مستخدما أداة التشبيه تحاكي نلاحظ هنا عزيز الطالب أن الكاتب استخدم أداة التشبيه فعل وقلنا انها قد تاتي حرفا او اسما او فعلا ولكن ننظر هنا اين وجه الشبه جاء وجه الشبه هنا محذوف ننتقل الان لنلاحظ المثال الثاني الصحه تاج على رؤوس الاصحاء بما شبه الكاتب الصحه وما اداه التشبيه المستعمله وما وجه الشبه لنلاحظ معا ان المشبه هو الصحه وقد شبهها الكاتب بالتاج ولكن اين اداه التشبيه واين وجه الشبه نقول ان اداه التشبيه هنا حذفت وكذلك حذف وجه الشبه نستنتج معا قد يحذف من التشبيه اداته كالكاف او كان او غيرهما وقد يحذف ايضا وجه الشبه وهو الشيء المشترك بالمقارنه وقد يحذف الاثنان معا وجه الشبه والاداء في هذه الحاله اذا قمنا بحذف وجه الشبه والاداء ماذا يسمى التشبيه هنا انه التشبيه البليغ اذا ما التشبيه البليغ التشبيه البليغ هو ما حذفت منه الاداء وما حذف منه وجه الشبه مثل العلم نور اين المشبه المشبه هنا العلم اين المشبه به المشبه به نور حيث قمنا بتشبيه العلم بالنور ولكن احبتي اين اداه التشبيه واين وجه الشبه لا يوجد في هذا المثال وانما قمنا بحذف الاداه ووجه الشبه ننتقل الان معا الى النشاط الاول نستخرج اركان التشبيه نقرأ الجمل الواردة معنا واحد أنت كالشمس في الضياء وإن جاوزت كيوانا في علو المكان اثنان جاءوا على خيل كأن أعناقها في الشهرة أعلام ثلاثة الحسد كالنار تتأجج في الصدور أربعة الأبناء حبات القلوب نقف الآن مع جملة جملة نبدا بالجمله الاولى نقراها مره اخرى انت كالشمس في الضياء وان جاوزت كيوان في علو المكان بدايه اخبركم ان كيوان هنا بمعنى النجم المرتفع في السماء اراد الشاعر هنا ان يشبه الممدوح بشيء مضيء فوجد ان الشمس هي اكثر الاجسام اضاءه على وجه الكون فشبه الممدوح بالشمس نستخرج الان معا المشبه والمشبه به واداه التشبيه ووجه الشبه نرى ان المشبه انت وهو الممدوح وقد شبهه الشاعر بالشمس مستخدما الحرف اداه التشبيه الكاف وكان وجه الشبه الذي اجتمع به المشبه والمشبه به هو الضياء اذا هنا توفرت اركان التشبيه الاربعه ننتقل الى المثال الثاني جاءوا على خيل كان اعناقها في الشهره اعلام الان شبه الكاتب اعناق الخيل وهي المشبه بالاعلام وهي المشبه به استخدم اداه التشبيه كان ووجه الشبه الشهره اما في المثال الثالث الحسد كالنار تتأجج في الصدور جاء المشبه هنا الحسد وقد شبهه الكاتب بالنار لشدة بطشه واشتعاله اما اداه التشبيه المستخدمه فهي الكاف وايضا ذكر لنا وجه الشبه وهو التأجج والاشتعال ولكن نلاحظ المثال الاخير الذي بين ايدينا الابناء حبات القلوب نستخرج الان معا اين المشبه المشبه هم الابناء بما شبههم الكاتب شبه الكاتب الابناء بحبات القلوب ولكن اين اداه التشبيه واين وجه الشبه هنا الاداء والوجه محذوفان لذلك نسمي هذا التشبيه بالتشبيه البليغ ننتقل الان إلى النشاط الثاني. نبين المحذوف من أركان التشبيه في الجمل التالية. واحد: السجن قبر، ما المحذوف في هذه الجملة؟ حذف الكاتب أداة التشبيه ووجه الشبه. أما في الجملة الثانية: أنت نجم في رفعة وضياء. حذف أداة التشبيه فقط. أما في المثال الثالث المجاهد كالأسد ذكر المشبه والمشبه به والأداة إذا ماذا حذف؟ حذف لنا وجه الشبه المش... المثال أو النشاط الثالث نحول التشبيهات الآتية إلى تشبيهات بليغة نتذكر أننا نذكر في التشبيه البليغ فقط المشبه والمشبه به واحد الفتاة كالقمر جمالاً عندما نقوم بتحويله الى تشبيه بليغ فاننا نقول الفتاه قمر المشبه الفتاه والمشبه به قمر اما في الجمله الثانيه عمر مثل الاسد شجاعه المشبه عمر والمشبه به اسد لذلك نقول عمر اسد اما في الجمله الثالثه السفن كالاعلام نحذف هنا الاداء ليصبح التشبيه البليغ السفن اعلى ننتقل الان الى النشاط الرابع نكون تشبيهات بليغه بحيث يكون كل مما ياتي مشبها اولا السياره نقول السياره برق نذكر المشبه والمشبه به فقط الكتاب الكتاب معلم الصديق الصديق كنز. المعلم المعلم والد. المنافق المنافق آفة. نلاحظ احبتي اننا في النشاط الرابع عندما اردنا ان نكتب تشبيهات بليغة حذفنا الأداء ووجه الشبه واكتفينا هنا بالمشبه والمشبه به. إلى هنا اشكر لكم حسن استماعكم واذكركم لغتنا هي هويتنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته